ضيفنا النهارده في رحاب جامعه الاسكندريه لقاء جديد من الجلسات النقاشيه التي تعقدها تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين حول قضايا الحوار الوطني. متوقع ان شاء الله النهارده هيبقى حوار يعني مليء بالقضايا والمناقشات الجاده والمهمه واللي هتفيد الحوار الوطني. طبعا هنسمع كل الطلبه، كل الاراء، كل رؤاهم وكل مقترحاتهم في كل ما يشغلهم سواء داخل العمليه التعليميه او حتى خارجها في باقي القضايا مثل ما حدث في باقي الجامعات. كان لازم يبقى من ضمن جولاتنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نستمع ونعقد جلسات الحوار المجتمعي مع الجامعات والطلبة، إن إحنا لازم نقف عند محطة اسكندرية ضروري ضروري أكتر من مرة كمان، لأن طلبة جامعة اسكندرية لازم يبقى لهم نصيب في مشاركة في الحوار الوطني.